ألف ألف مبروك لمنتخبنا الوطني. هنفضل نقول مبروك فرحانين ومبسوطين وسعداء، ولكن خلوني الأول أرحب بالنجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن محمد؟ وألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك لمصر طبعاً. فوزنا ووصلنا للدور النهائي، أعتقد حاجة كلنا فخر وكلنا سعادة بهذا المنتخب الرائع الحقيقة. فرحة كبيرة جداً جداً. الفرحة كانت زايدة قوي، لأن أنت لو ترجع بالمشوار من اول بقى كاس العرب، وبعدين بدايتك اللي ما كانتش غير موفقه، اللي كانت غير موفقه في بدايه البطوله، ماتش نيجيريا صدم الجميع نتيجه واداء صح، انما دخلت بعد كده ابتدى يبقى فيه تدرج في المستوى، الا ان وصلنا بقى طبعا لكوت ديفوار. كان ماتش طبعا كبير ورجوله وحماس، وابتدى يظهر شخصيه منتخب مصر من الروح القتاليه، و مظبوط يعني لقيت فرقه، شكل فرقه يعني. مرورا بقى طبعا بالمغرب، يعني ماتشات صعبه جدا جدا. الكاميرون اللي قابلتها النهارده ما قابلتش ربع الفرقه دي، بس انا يعني بقول كانت السكه بتاعتها سهله. وما اعرفش ايه وجهه نظرك برضو في النقطه دي. انا بشوف ان منتخب الكاميرون اقل المنتخبات اللي احنا لعبناها. دي حقيقه. فنيا انا بتكلم فنيا جوه الملعب. دي حقيقه. بس انت كان تخوفك قبل الماتش يعني اقل من كوت ديفوار واقل من المغرب؟ طبعا. اوكي. على مستوى الفردي والجماعي كمان. نعم. بس انت المشكله انك قبل الماتش كان كله متخوف ان هي مش يعني لو خسرت مش هتبقى كوره. انت لو لو كوره بس. بس الحمد لله مصر ضغطت بشكل كبير جدا. الاعلام المصري الحقيقه الذي له دور كبير في الاعلام الرياضي المصري. دي حقيقة. الذي له دور كبير فيما وصل اليه، سواء كارلوس كيروش مع منتخبنا، محمد صلاح، ما حدث خلال هذه الفترة، لأنه الإعلام الرياضي المصري إعلام قوي وقدر أن هو يؤثر وبشكل إيجابي جدا. صحيح. سواء في كارلوس كيروش أو في اللاعبين أو حتى مع الاتحاد الأفريقي، وده بالتحديد من بعد دوري المجموعات. نعم. يعني بداية من قبل مباراة كوت ديفوار. نعم. الحقيقة كله ابتدى يتكاتف بقى. بالزبط. يعني كله ابتدى ينسى بلغة الكورة كده التقطيع والحاجات دي، وابتدى يركز مع الفرقه ويدعم حتى لو في صح غلطات صح او اخطاء، كان كله بيحاول يعدي وبيدعم الفرقه عشان توصل للمرحله دي. صح. اعتقد ده انعكس كمان على المنتخب هناك. وطبعا حسوا من خلال السوشيال ميديا ومن خلال الاعلام المتواجد، ومن خلال كمان اسلام ما تنساش الجمهور اللي الطيارات اللي كانت بتطلع من هنا تروح تساند. لما بتشوف منتخب مصر النهارده بيقولوا اربع طيارات. كل يعني كل دور في طيارات بتزيد، الناس صح بتتشجع. صح. أكثر. تشجع اكتر. يعني انا اعتقد ان ممكن ان شاء الله في النهايه يوم الاحد تلاقي عدد اكبر، اعداد اكبر يعني. طبعا. الحمد لله الناس كانت رجاله النهارده. ماراثون 120 دقيقه وضربات جزاء، كل اللعيبه تفوقت على نفسها. كيروش برضو تفوق على نفسه في المباراة دي، أداء رجولي، لعب بإمكانيات برضو الفرقة، ما غامرش. نعم. ابتدى ياخد الماتش واحدة واحدة من البداية، قسم المباراة، كان حريص أعتقد إن احنا نطلع الشوط الأولاني ما يتسجلش في مرمانا حاجة، لأن كان ممكن طبعًا يحصل إحباط منها جامد طبعًا ويزود المعنويات في فرقة الكاميرون. إنما الشوط الثاني تحس الأداء بتاعنا بقى أحسن، وابتدى المنتخب المصري يهاجم ويضيع فرص. في ناس تفوقت على نفسها، منها مثلا محمد عبد المنعم، هايل، ده نجم البطوله مش نجم طبعا المباراه بس. فتوح كان كويس، او الحقيقه كلهم كانوا رجاله حتى اللعيبه اللي نزلت. وانا من هنا برضو يعني في نقطه عايز اتكلم فيها. اول حاجه موضوع محمد شريف، مش عايز الناس برضو تقعد تبالغ فيه شويه. انت عارف ان اي اخطاء بتظهر او اي مواقف صعبه شويه بتنصهر مع المكسب. ايوه. هو الراجل كان طبعا منزل محمد شريف وفي الفتره الاخيره على اساس يزود الناحيه الهجوميه، بس لما حس انه خلاص قرب يوصل لضربات الجزاء فطبعا نزل زيزو، لان زيزو طبعا ترتيبه نمره واحد في ضربات الجزاء. فانا عايز اقول للناس احنا كلنا دلوقتي ما بنبصش لافراد، ما فيش تعليقات على اي حاجه بتحصل. اكيد اي مشروع لازم يبقى فيه بعض الاخطاء، كله هيعدي. أيوة. المهم ان احنا ان شاء الله نوصل للكاس بعد المباراه الصعبه، لان المباراه الصعبه اللي جايه دي مباراه صعبه فعلا بين ساديو ماني وصلاح. صح. والصعوبه فيها كمان ان السنغال دي اللي هتقابلها كمان في تصفيات كاس العالم. فهي بروفا من بدري، ان شاء الله باذن الله
نكسب المباراة وناخد الكاس ونكسر المعنويات طبعا بتاعة الفريق السنغال، عشان برضو طبعا المباراة بتاع التصفيات، المباراة الأولانية والمباراة الثانية. ومن هنا برضو أسلام لازم برضو أشكر ناس كتير. طبعا ببارك طبعا للاتحاد الكرة المنتخب الجديد، ومش عايز أنسى برضو يعني اللجنة اللي قبل كده والمهندس أحمد مجاهد على اختيار كروش، اللي كانت الناس يعني الحقيقة من أول مباراة في نيجيريا يعني ابتدت تتكلم على حاجات والعقد والشرط الجزائي و دلوقتي أعتقد أن الناس حست أن الراجل ده كان بيشتغل بمنهج معين وبيشتغل بطريقة معينة عشان يقدر يوصل للهدف بتاعه. قابل تحديات كتيرة من الناس والجمهور والإعلام في حاجات كتيرة جدا، إنما هو فضل مكمل ومصمم على الفكر بتاعه. أعتقد اللي هو أثبت للناس كلها إن الفكر ده بصراحة الفكر ده يعني يعني أثبت إن هو كويس. وحتى اللي كان بيشكك في الطريقة، بس النقطة بالنسبة لي يا كابتن برضو وإحنا بنتكلم برضو، خلينا ناخد مثلا، أنا ما فهمتش موضوع محمد شريف إن هو نزله 5 دقايق وطلعه. ما فهمتوش. هو كان محتاج فنيا يعني محتاج يقوي برضو الحته الهجوم، لان بقى في بعض المساحات اللي ممكن واحد زي محمد شريف هداف مصر وهداف الدوري ان هو يقدر يستغل المساحات دي بالسرعه. معلش يا فندم، معلش يا كابتن، عشان معانا سياده سفير مدحت المليجه. سياده سفير ازاي حضرتك يا فندم؟ والف الف الف مبروك. الف مبروك علينا كلنا، ومبروك لمصر والشعب المصري كله الفوز الجميل ده. الف الف مبروك يا فندم، وسعداء جدا 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 وفرحه كبيره جدا. ولكن دائما وكالعاده انا دائما بحب اتصل بحضرتك واقول لك مبروك، لاني بتفائل باللي بعده ان شاء الله. يعني ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. الحقيقه الواحد فرحان بالناس اللي جت، وفرحان الحمد لله قدر يرجعهم. احنا راجعين دلوقتي في طريق المطار، والحمد لله الناس راجعه مبسوطه وراضيه، وان شاء الله نشوف غيرهم كمان يوم الحد الجاي ونفرح كلنا بالكاس ان شاء الله. سيد سفير، اعتقد ان النهارده كان يوم حلو جدا، ويوم كان كله سعاده على الرغم من الضغوطات الكبيره جدا اللي كانت موجوده الثلاث ايام اللي فاتوا. الحقيقه الضغوطات باديه بقى لنا كذا يوم، بس ما كناش عايزين نتكلم عليها. ايوه فندم. برضه يعني الواحد كان في معاناه شويه علشان نقدر نخلص الاجراءات اللي مطلوبه بالنسبه للجماهير اللي جت، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نخلصها. وطبعا قبل المباراه كان في برضه وقت الحاجات الصغيره كده مش طايقين نتكلم فيها. لا قول لنا حاجات زي ايه يا فندم؟ بالعكس ده هو وقتها. لا 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 لا، انا مستني بعد الكاس ان شاء الله نتكلم في كل حاجه. ما هياش حاجات، ما هياش حاجات صعبه، لكن بعض المناقشات كده علشان احنا عايشين فيها بقالنا كذا يوم، من اول اصابه كابتن محمد صلاح بالكورونا، والطياره الدرون اللي قاعده بتصور. يعني في حاجات كتيره كده، تخافات صغيره، تشتيت الجمهور وتشتيت اللاعبين عن الهدف الاساسي، لكن الحمد لله التركيز كان عالي واللاعبين كانوا على قد المسؤوليه. انا عايز اقول لك ان احنا ماشيين في الشوارع دلوقتي، الناس بتهيص لنا وبتقول لنا مبروك. الكاميرونيين نفسهم سعداء بالنصر اللي احنا حققناه، وسعداء بان احنا يعني نستاهل الفوز، وفزنا فعلا. الحمد لله على النصر اللي هو اداهولنا، وان شاء الله ناخد الكاس باذن الله. يا رب يا فندم. الاستعدادات للقادم يا فندم. سامعين الفرحه طبعا، وهو ده اللي احنا عايزين نسمعه يا فندم، عايزين نسمع الكلام ده كده، وعايزين نسمع الفرحه الحلوه دي. نسمعكوا تاني. يا فندم، يا ريت يا ريت. يا سيادة السفير الف مبروك يا سيادة السفير، والله يعني انا سعيد، ونفسي انا يعني انا بفكر اجي يوم الاحد ان شاء الله والله. لا يا فندم، ان شاء الله كل اللي يجوا يبقوا في ظهر منتخبنا، بس الاستعداد للي جاي انا عارف ان هو هيكون اصعب كتير. الموقف اللي احنا ماشيين فيه 18 اوتوبيس كبير قافلين البلد، وقدامنا موتوسيكلات وعربيات ودنيا لغايه ما يوصلونا المطار، حاجه تخلي اي واحد فينا فخور ان هو مصري، وان دي المعامله اللي بتتعملها احنا في الخارج. الاعباء هتزيد بقى في شغلنا وبالنتائج اللي بنحققها. خلي بال حضرتك، الاعباء هتزيد المباراه اللي جايه. انا والله ابتديت من دلوقتي، انا لسه مخلص تليفون من شويه عشان اعرف عدد الاوتوبيسات اللي هنحتاجه كام. عدد الطيارات اللي جايه كام، لان تقريبا الماتش بعد بكره. بالظبط. يعني
ده يعني لو النهارده خلاص احنا بقينا الجمعه بعد بكره لحد الماتش، فمفيش وقت، لابد نبدا في العمل من دلوقتي علشان نقدر نرضي كل الناس دي ان شاء الله. يا سيادة السفير ربنا يديك الصحه، انا بشكرك جدا 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 ودايما بتفائل بمكالمه حضرتك، وان شاء الله ان شاء الله اكلمك يوم الاحد ابارك لك على الهواء مباشره. انا بشكرك جدا سياده السفير مدحت المليجي، يعني شرف الاسام، والف الف مبروك يا فندم. مصر كلها دايما مبروك علينا حبيبي. تفضل. الف مبروك يا فندم، الف الف مبروك. مجهود خرافي بيعمله سياده السفير. اكيد والله بجد. اصل انا بعرف منين بقى الناس اللي راجعه كلها بتقعد تحكي الراجل ده بيعمل ايه، السفاره المصريه بتعمل ايه، السفاره المصريه خصوصا اسلام ان هو موجود هناك، واحنا شفنا الفشل في التنظيم من الله ينور عليك الكاميرون. يعني انت احنا بقى لنا 3 ايام بنتكلم فافندم، والاخبار انا بعرف حاجات طبعا، انت عارف لنا مصادرنا جوه الفرقه وبتاع، فبيقولوا لنا بيحصل واحد ولاعيبه بتكلمهم بيقول لك يا عم ده انا بغسل حاجتي بايدي. صحيح والله بجد مش هزار. ايوه بالظبط. فعارفين في ناس بتنشر حاجاتها على الشجر هناك، يعني بعض والله بيحصل مع المنتخب. طبعًا والله طبعًا. هو بس اللعيبه مش عايزه تصور وتعمل الحاجات دي علشان ما يقولكش يعني ان يعني لو قدر الله حصل حاجه يعني ليها ظروف تانية. بس الحقيقه بقول لك لو يعني طبعا البطوله لا تقارن بالبطوله اللي احنا نظمناها مصر. لا لا لا, لا ما تقارنش يا كابتن، لا لا كل واحد وامكانياته. ودي يعني بتدي راحه للسفراء بتوع البلاد الافريقيه لما جم مصر، بعكس السفير لسوق مدحت. يعني هناك اكيد عانى كتير جدا لسوء التنظيم. وطبعا هو مطالب ان هو يحافظ على كل البعثه بما فيهم كمان الجمهور المصريين اللي بيجوا، وبتتزايد الاعداد كل مره، بيتولى طبعا الاهتمام والرعايه من اول ما الطياره بتنزل ارض الكاميرون لغايه ما يروحوا طبعا الاستاد ويخلصوا الماتش ويرجعوا تاني على مصر. ده عبء كبير بالنسبه طبعا للسفاره ورجاله السفاره المصريه. انما كل ده زي ما بقول لك كله اكيد هو نسي التعب ونسي كل حاجه عشان الفرحه الكبيره اللي موجوده، والهدف دلوقتي مزبوط. خلاص اصبح قدامنا المحطه الاخيره هي ان احنا ان شاء الله نشيل الكاس. يعني يا رب ان شاء الله. كابتن برضو ناس كتيره جدا بتتكلم، هو كده كده انا حتى سالت حضرتك واحنا يعني اوف اير ان احنا كارلوس كيروش بره المباراه اللي جايه، بره المباراه مش هيطبع لائحيه موجوده طبعا، مش ولا يعدي المباراه اللي جايه وبعد كده يتم عقابه. لا 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 ما ينفعش. ما ينفعش لانه واخد انذار وبعدين طرد، فلازم هيقعد في المدرج. ما هو طبعا هو انت شفت خلال المباراه وائل جمعه على طول بالتليفون معاه بيدي التعليمات، ومحمد شوقي موجود والدنيا. هو طبعا وجود المدير الفني على ارض الملعب وقريب من اللعيبه برضو دي بتبقى مهمه، انما برضو دي من ضمن هتبقى التحديات اللي الفرقه قابلتها من اصابات وكورونا وتحكيم واوتيلات وحاجات كتيره جدا. دي برضو من ضمن التحديات عشان تبقى بطوله التحديات بالنسبه للمنتخب المصري. يعني هل ده ممكن يؤثر بالمره بقى، بما اننا بنتكلم عن كارلوس كيروش، هيؤثر ممكن يتم ايقافه في مباراه السنغال الفاصله؟ لا ما اعتقدش بتبقى ايقاف مباراه تقريبا واحده اعتقد في اللائحه. تقرير الحكم بقى والحكم تحس هو الحكم ده هو لو على تقرير الحكم هيوقفه سنتين. انت فاهم ازاي؟ لانه انت يعني انت انا بستغرب برضو حاجه، تلاحظ ان هو كان مركز معاه زياده عن اللزوم. صح يعني انت في الملعب ولا مركز بره؟ انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني انا بشوف ان الحكام يجب ان يكون هناك احترام للاعب واحترام للمدرب. هو ليه بيزعق لجمعه كده؟ هو ليه بيزعق لمحمد صلاح كده؟ هو ليه بيتكلم كده؟ انا الحمد لله طريقه كلامه واسلوبه سيئه ومستفزه وامشي لا ما ينفعش يحصل كده يا كابتن. دي لازم طبعا الصوره دي هتنقل في العالم كله. طبعا لازم الاتحاد الافريقي ولجنه الحكام في افريقيا لازم تراعي الحته دي، لان انت ما ينفعش الحكم زي ما انت بتقول ان اللعيب لازم يكون منضبط في الملعب، لازم الحكم كمان يكون منضبط على مستوى القرارات بتاعته وعلى مستوى كمان التعامل مع اللعيبه. يعني انت ما تقوليش ان لا المدرب يتشوح له بالشكل اللي كان بيعمل له كده. وائل جمعه راح يكلمه بعد الوقت الاضافي بيعمل له كده كده يعني مسك نفسه خالص. بص يعني انا كان انا كنت متخيل ان هو ايه والله مسك نفسه بالعافيه. هو استفز الناس. المباراه عصيبه والناس اعصابها مشدوده وانت كمان بتزود العبء ده.
يعني بره وجوه صح. يعني فانت الحمد لله ربنا اكبر من الكلام ده كله. واحنا كنا حاسين بعد ما تم اختياره انه هيمسك المباراه او هيدير المباراه كل مصر كانت خايفه وحاطه ايديها على قلبها. مظبوط. انما ربنا اكبر من الكلام ده كله يعني. مظبوط يا فندم، لانه في النهايه انا ما اعرفش برضه يا كابتن ياجب، ما اعرفش وقول لي طبعا حضرتك عارف اللوائح احسن مني مليون مره. هل من الممكن عقاب حكم؟ يعني انا الحقيقه يا كابتن معلش بشوف ان اللي عمله بكاري جسامه في طريقه كلامه مع كارلوس كيروش مع وائل جمعه مع محمد صلاح لا يصح، ومع لعيبه الكاميرون كان قطه بالظبط كده حاجه وامشي امشي امشي وبيكلم محمد كده وبيكلم هو. انا اسف ان انا اقول ان هو من الغباء اللي هو تصرف التصرفات دي، لان هو عارف كويس جدا. لا لائحيا يا كابتن ممكن، ما انا هقول لك يعني هو عارف كويس قوي ان مصر اعترضت عليه قبل المباراه. مظبوط، يمكن عشان كده وفي اتجاهات الناس كلها متخوفه لانه له تاريخ معانا. فانت المفروض على الاقل لو حتى عايز تعمل حاجه ما تعملهاش بالاسلوب ده الفج يعني وبالطريقه الصعبه دي اتجاه واحد في كل القرارات. اي لمسه بالنسبه للعيبه الكاميرون، فاولات وانذارات للعيبه مصر، محجم المباراه، الكوره مثلا على الاقل بتاعت حمدي فتحي اللي لعبها بدماغه دي مش اوفسايد، مشيت يعني اكتر من حاجه كانت صعبه. بس انا اعتقد اعتقد المفروض يعني ان لجنه الحكام المفروض انها تراجع الاخطاء اللي حصلت. لو راجعوا المباراه دي مباراه قبل نهائي، يعني مباراه مش مباراه مثلا في المجموعات، لا دي مباراه مصيريه بيتحتم عليها ان فريق يصعد. مظبوط. طيب خلينا نروح لواحد من نجوم هذه المباراه الكابتن علي محمد علي، طبعا معلق هذه المباراه. يا كابتن علي وتعيش يا مصر بعزه ونصر. يا كابتن اسلام حبيبي ربنا يخليك ودايما سعيد اكون معاك في قناه الاهلي. وخليني ارحب طبعا بكابتن محمد حشيش، واحد من نجوم طبعا منتخب مصر ومنتخب الشباب. ده افتكر طبعا تألقه كان كاس عالم للشباب، وواحد من الناس اللي بنحبها يعني. مبروك يا كابتن، انت اللي متألق دايما حبيبي يا كابتن ربنا يخليك. لا والله كابتن طيب. علي دايما لما بيجي بيعلق على منتخب مصر. صحيح. بيتكلم عن منتخب مصر بيعلق على النادي الاهلي، بيتكلم عن النادي الاهلي. صحيح. علق على نادي الزمالك، بيتكلم عن نادي الزمالك. صحيح. وبالتالي راجل موضوعي جدا، معروف محترف جدا في شغله، مهني جدا في شغله. صحيح. فعشان كده تحس ان معظم الشعب المصري بيحب كابتن علي محمد علي وبيحب اداءه. حسيت يا اسلام في خلال المباراه انه تطرق لحته اهلي ولا زمالك ولا خالص كذا كذا خالص كذا خالص. هو كل كلام منصب في منتخب مصر ده المفروض يعني. لا وبعدين تحس بحبه لبلده وبتحس باحترامه للاعبين. يعني الحقيقه كابتن علي دايما حضرتك قدوة ومثل رائع جدا لكل المعلقين، ده من وجهة نظري دائما يعني. حبيبي يا كابتن ربنا يخليك. اولا يعني في برضه المعلق بيبقى محظوظ برضه، الحمد لله طبعا محظوظ ان انا برتبط بمنتخب ببطولات، برتبط بالنادي الاهلي ببطولات مع نادي الزمالك. الواحد بيبقى مبسوط قوي لما يعني خصوصا برضه يا كابتن احساس الغربه برضه، ولو ان احنا مش في غربه يعني. برضه عايز اقول حاجه برضه. اتفضل. انا بتعامل يعني كمحترف هنا معامله رائعه، وكل بيوفر لك سبل النجاح وكل بيدعمك، ودي حاجه في الحقيقه تحسب قنوات بي ان سبورتس يعني والقائمين عليها يعني. نعم. لكن انا برضو في نفس الوقت تبقى انت موفق برضو يعني كمعلق، بيبقى في توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. والنهارده يعني منتخب مصر ساعدني قوي في المباراه يعني. اداء الرجولي، الروح العاليه، الموقف ده انا في موقف يمكن وقفت عنده في التعليق. كلنا وقفنا عنه لما اللعيبه كلها راحت لمحمد شريف. بالظبط. لا وسلوك محمد شريف يا كابتن كمان سلوكه رائع على فكره. رد الفعل رد فعله كان يعني معذبه جدا يعني. ودي كانت مصدر من مصادر التفاؤل يعني. انا اللقطه دي لقطه الشناوي لما بيكلم ابو جبل. لقطه محمود علاء لما جري على شريف استقبل شريف. صح. لا في 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 امور يعني ككوره احنا ممكن كنا لعبنا مباراه كبيره كل حاجه، لكن في امور ثانيه دي مؤشرات يا كابتن، دي كلها مؤشرات للمكسب. بالظبط يا كابتن بالظبط يعني. طبعا فنيا مش هتكلم في وجود كابتن محمد حشيش، انا ممكن اتكلم على الامور اللي هي اللي بشوفها كمعلق يعني. اكتر وقت يا كابتن علي حسيت ان احنا هنفوز بهذه المباراه؟
اكتر وقت يا كابتن انا والله من اول المباراه لحد لما وصلنا ركلات ترجيح، وطبعا ركلات ترجيح طبعا هي فيها يعني ممكن توفق ممكن ما توفقش 50-50 طبعا احساسي وحتى لما الكوره بتاعت رمضان اللي اتلعبت بالعرض دي يعني احيانا دي كانت خلصتنا بيني وبينك ممكن انت تقول لا مش هنكسب مش يومنا النهارده بالظبط لكن سبحان الله برضو قلت اللعيبه عندها اصرار عندها روح وفي لقطات كتيره قوي جميله يعني برضو عايز اشيد بالجهاز الفني كابتن ضيا والكابتن محمد شوقي وعصام الحضري النهارده رايح جاي في الملعب ويشوف وائل جمعه ودوره مهم جدا يعني برضو كابتن وائل برضو والناس لازم نشيد بيهم كلهم الحقيقه في جهدهم وكيروش طبعا كيروش انا قلت يعني في مثل كده بالانجليزي بيقول لك فروم زيرو تو هيرو هو يعني كنا حضرتك حتى قلتها في التعليق عليه قوي غضبانين عليه قوي وبعدين طبعا عندنا ثقه فيه كبيره الحمد لله مدرب كبير طبعا يعني كابتن علي بس طب وبعدين في بكاري يعني انت طول الماتش عمال انا عارف ان انت عندك حاجات معينه ما ينفعش تتخطى وكلام من ده ولكن يعني انا حتى كلاعب سابق يعني وكمواطن مصري اتنرفزت جدا 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 من طريقته لا من طريقته في التعامل سيبك من الملعب ومتكبر ودي صعبه بس جدا. ما كانش بيعمل كده مع الكاميرونيين يا كابتن معلش لا 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 هو طبعا انا شايفه كان متربص قوي بكارلوس كيروش يعني اللعبه اللي كارلوس كيروش بيكلموا عليها فاول محمد صلاح واضحه والراجل مشدود بالفانيلا وبيكلمه كمدرب يعني حتى رياكشن طبيعي يعني لا والمشكله ايه يا كابتن ان المدرب يكلمك يعني ايه المشكله ان انا اتكلم يعني في كوره بعترض عليها اعتراض بادب يعني وانا ككابتن محمد صلاح كابتن منتخب مصر رايح انت شفته بيعمل ازاي انت شفته بيعمله بايديه ازاي انا لا هو ومش عايز يتكلم مع حد بيقول لهم ارجعوا لورا بس في نقطه كمان انا كمدرب واقف في المنطقه الفنيه اللي من حقي اتكلم فيها مع لاعبتي صح وابدي يعني احيانا طبيعي احنا في الكوره يعني مش بنلعب تنس يعني مع احترامي للتنس يعني يا كابتن علي دي صح الحته اللي بيقف فيها المدير الفني دي من القانون دلوقتي اللي محطوطه متحدده ان في مكان للمدير الفني المنطقه بتاعت الزون بتاع المدير الفني اللي بيتكلم يقعد بقى يقعد على ركبه ويقف على يقف على ايده محدش له دعوه انت شاغل نفسك بيه ليه بالظبط كده لا يعني انا كنت حاسس ان انت متنرفز وانت متنرفز من تعليقات أنا او من حركات يعني انا بس احيانا مش بحب ان انا اتطرق لموضوع التحكيم لان موضوع التحكيم ده برضه يعني انا طبعا الراجل كان في حمله قويه جدا طبعا في الاعلام المصري عليه وانا على فكره واحد من الناس اللي دافعت عنه يعني قلت لا ده حكم كبير وعامل عنده ريكورد عنده 17 مباراه في نهائيات امم افريقيا ما حدش عنده الرقم ده ولعب 6 بطولات ولعب كاس عالم مرتين يعني واولمبياد 2012 وعنده تاريخ ونهائي امم افريقيا لكن هو يبدو مع اكيد وصل له الانتقادات دي ووصلت له الاخبار دي وكان متحفز قوي يعني تحس ان هو كان هو من الحكام المميزين على فكره طبعا لا جدال في هذا الامر ولكن بس احنا هو ينفع اسلام برضه ينفع انه يا كابتن ان هو يحكم لفرقه واحده ماتشين في بطوله واحده لا هو اول مباراه للكاميرون يا كابتن هو حكم مصر ونيجيريا لا لينا احنا حكم لنا نيجيريا حكم لنا صح ماتش نيجيريا وظلام ده كان فيه بينالتي في الجيل ده ما راحش للفار حتى فيه يعني ما راحش قال لك العب طيب عموما يوم الحد يا كابتن ان شاء الله مباراه صعبه جدا ومباراه طبعا يعني طبعا. هتبقى عالميه ما بين محمد صلاح وساديو ماني محمد صلاح ومنتخب مصر بالكامل وساديو ماني ومنتخب السنغال بالكامل اولا هل حضرتك اللي هتعلق على هذه المباراه ولا لسه لا لسه كابتن ما تحددش بس انا عايز اقول لك انها مسرحيه من ثلاث فصول الفصل الاول نهائي افريقيا الفصل الثاني مباراه ان شاء الله في مصر يوم 24 اللي مؤهله لكاس العالم مباراه العوده 29 بس يا رب ان شاء الله كلها حظ علق على المباراه باذن الله يعني واي حد يعلق طبعا اتمنى فوز مصر يعني ده اللي يهمني في المقام الاول يعني. طيب اخيرا الاهلي وعنده مهمه صعبه جدا يوم السبت امام مونتريي المكسيك انا خدت منك على فكره مونتريي دي عشان فعنده مهمه صعبه جدا في ظل اصابات كثيره وفي ظل عدد من اللاعبين موجودين مع منتخبنا الوطني تفتكر ايه اللي ممكن يحصل يوم السبت كابتن النادي الاهلي عودنا دايما الاهلي بمن حضر الاهلي عمره ما وقف على لاعب او لعيبه او والتاريخ يقول كده على فكره تاريخ النادي الاهلي لو تفتكر في منتصف الثمانينات لما الاهلي لعب بالناشئين امام الزمالك وقدم مباراه
تاريخيه، مباراه كبيره. النادي الاهلي يعني عودنا على كده، ولعيبه النادي الاهلي عندهم روح وعندهم اصرار وعندنا ثقه في اللعيبه والمجموعه الموجوده. ان شاء الله يعني باذن الله نتخطى عقبه مونتري المكسيكي ونشوف بقى العقبه بعد كده ان شاء الله، وتكون بقى اكتملت الصفوف واطمنا على اللعيبه اللي راجعين بقى معنويات بقى عاليه ان شاء الله بتتويج اللقب. ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يروح ابعد مما راح قبل كده في البطوله، ويكون لينا ان شاء الله الحظ، وليه ما لا الاهلي ما يكونش مثلا في النهائي ليه مع تشيلسي مثلا ان شاء الله في المباراه النهائيه. كابتن علي، شرفت ونورت وامتعت جماهير كره القدم المصريه من خلال تعليقك اليوم على هذه المباراه، وشكرا جزيلا علي محمد علي. شكرا لك. شكرا جزيلا كابتن علي محمد علي، راجل حقيقه موضوعي جدا ومهني جدا. صحيح. على الرغم ان هو يعني هو احنا بنقول كده على طول ان هو مش اهلاوي، ولكن في نفس الوقت بيتكلم عن بلده كويس جدا، بيتكلم عن النادي الاهلي كويس جدا، بيتكلم عن كل الانديه المصريه بشكل رائع. اخيرا يا كابتن، ووشه حلو. ووشه حلو. أيوة. طبعا مش طيب. يوم السبت مباراه الاهلي، يعني في ظل نفس السؤال اللي كنت بساله للكابتن علي، في ظل هذه الغيابات وفي ظل كثير من الامور، حتى اللعيب اللي انت كنت عايز تلعبه في نص الملعب جنب ديانج اتصاب النهارده، عمار، ايه رايك في اللي ممكن يحصل يوم السبت بشكل عام؟ احنا في البدايه بس لازم نقول حاجه. اتفضل. ان جمهور النادي الاهلي لازم يعرف ان النادي الاهلي زي ما بقوله فعلا بمن حضر. في مواقف كثيره جدا مرت على النادي الاهلي، وافتكر انت فاكرها، ولعب بناشئين بقى يعني قدام نجوم كبار، وتحدى وعدى المشاكل دي كلها. النادي الاهلي وصل مرات عديده كاس عالم الانديه، عامل ريكورد الحقيقه في الموضوع ده. يمكن ما فيش فرقه ثانيه وصلت بعدد المباريات دي على الاقل في افريقيا او في الوطن العربي. بل كمان ان هو احرز يعني الميداليه البرونزيه اكثر من مره. عامل نتائج وعمل شكل كويس قبل كده في اليابان في بدايه البطوله لما كانت موجوده في اليابان. الناس كلها عارفه وجمهور النادي الاهلي عارف كله التحديات اللي موجوده والصعاب اللي مقابلها النادي الاهلي ما بين لعيبه اصابات، لعيبه كانت كورونا، لعيبه مع المنتخب حتى اتصابت. الحمد لله منتخب مصر كمل في البطوله، فبرضه يعني ان لعيبه النادي الاهلي مش هتلحق تشارك في لعيبه اساسيه كنا بنعول عليها تبقى موجوده في كاس عالم الانديه، جالها اصابات حتى المحترفين، بدر بنون على سبيل المثال. اللعيبه الموجوده زي ما انت قلت مثلا نجم صاعد زي عمار بيتصاب في وقت حرج. أيوه. أيوه. كان معول عليه موسيماني ان هو يبقى موجود ويبقى اضافه، هو الحقيقه اضافه كبيره. انما اعتقد التركيبه كلها ان شاء الله باذن الله تقدر تادي، يعني جمهور النادي الاهلي اعتقد المره دي هو طالب حلوه دي تقدر تادي. حلو ده. وجمهور النادي الاهلي يعني في المقام الاول طالب ان اللعيبه يعني تعمل اللي عليها او تادي اللي عليها وتبذل الجهد وتبقى رجاله وروح قتاليه زي منتخب مصر النهارده، ويتعلموا من لعيبه منتخب مصر بما فيهم طبعا لعيبه النادي الاهلي يادوا اللي عليهم. واعتقد ان الجمهور كله شايف الصعوبات وشايف التحديات الموجوده وبنامل، وانت عارف اسلام الكوره ملهاش كبير يعني طبعا ما يعني حدش عارف ان شاء ممكن الله يحصل. ممكن بالظبط كده. بالظبط كده كابتن حشيش، شرفت ونورت والف الف مبروك طبعا لمنتخبنا الوطني. ان شاء الله يوم السبت يستطيع النادي الاهلي ان يحدث شيء جيد جدا في هذه المباراه ان شاء الله. دايما من خلال قناه الاهلي دايما بنقول لحضراتكم اخبار بعثه النادي الاهلي في المتواجده في الامارات كل يوم، يعني بكره لو فتحتوا شاشه قناه الاهلي هتعرفوا كل ما يخص بعثه النادي الاهلي يوم الجمعه اللي هيبقى قبل بدايه هذه المباراه. وطبعا احنا بكره مع حضراتكم على الهواء مباشره الساعه 10 بالليل برضو علشان ننقل لحضراتكم ايه اللي بيحصل في الامارات. ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يا رب يسعدنا يوم السبت ويوم الاحد ان شاء الله النهائي المنتخب، وده طبعا اهم ان هو ان شاء الله باذن الله ياخدوا البطوله، لان دي هتفرق مع مصر كلها ومع ومع جماهير مصر كلها، واحنا مع اي فريق بيخش في المحافل الدوليه وبيلعب
طبعا باسم مصر يعني. يا رب انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن حشيش على وجودك معانا والف الف مبروك. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. احنا لسه ما خلصناش زي ما حضراتكم عارفين دائما الاهلي في المونديال بينتهي بمحمد فارس واحمد اسامه الاثنين هيكونوا مع حضراتكم دلوقتي. فارس واسامه مشرفين ومنورين دائما والف الف مبروك. الف مبروك يا كابتن اسلام، الف مبروك كابتن محمد، ويا رب دايما مصر في انتصارات، ويا رب ان شاء الله البطوله دي تكون من نصيبنا يوم الاحد ان شاء الله. ان شاء الله منورين يا كابتن. وطبعا منتخب مصر مفرح كل المصريين، صوت الفرحه في كل شارع في مصر وفي كل بيت، وده عهدنا بالرجاله على اسم مصر. التاريخ يقدر يقول ما شاء، انا مصر عندي احب واجمل الاشياء. نشوفكم بعد الفاصل.